واحدا من أبرز المرشحين للفوز بلقب هذه البطولة كأس الأمم الإفريقية، شوط كان مغايرا تماما، كان رائعا لمنتخب زامبيا الذي خرج بهدفين من الشوط الأول وكان ربما قريبا من إحراز هدف ثالث وحتى رابع ربما في هذا المباراة. أما الهدف الأول الذي سجله إيمانويل مايوكا في الدقيقة 12 من زمن هذه المباراة أمام كما شاهدنا خطأ دفاعي كبير، وهنا أيضا الهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة 20 من زمن هذه المباراة عن طريق رينفورد كالابا لمصلحة السنغال. هدفان للا شيء إذن لمنتخب الزامبي في نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. أبدأ معك خليل، وتحدثنا عن ثلاثي هجوم قوي، تحدثنا عن منتخب السنغال بأنه واحد من أبرز المرشحين، لكنه